السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بركات الشهر الكريم علينا وعليكم جميعا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وصل شهر رمضان بفضل الله تعالى، لكن للأسف الشديد أنه فيه الكثير من المتغيرات التي تحدث تستهدف هذا الشهر في السنوات العشرين الأخيرة، حتى صار فيه مفاهيم جديدة لا ما لها علاقة بشهر رمضان، بس أصبحت هي وكأنها هي رمضان. مثلا المسلسلات والأفلام العربية بالذات يكدسوا كل مسلسلاتهم وإنتاجاتهم في رمضان. طيب أنت عندك 12 شهر ثاني مثل العالم كله اللي يسوي يوم الاثنين الثلاثاء الخميس، أنتوا في رمضان، بس في رمضان، حتى رمضان سموه موسم المسلسلات. هذا واحد. الحاجة الثانية، أخي المصلي والصائم، إذا بتتوضأ حافظ على المياه، لأن الإسلام وصاك أنك تحافظ على المياه. يعني لازم نطبق الإسلام، يكون حياة عملية لنا، ما يكون بس أنت لما تروح تصلي ما تصلي تسوي الحركات فقط، أنت أثناء وضوءك طبق الإسلام. 250 ملي يكفي إنه الإنسان يتوضئ، والله في شكل عادي 250 ملي يكفي، لكن يصل إلى نص لتر ما في بأس، 1 لتر ما في بأس، لكن كثير من الناس ما يرتاحوا إلا إذا فتحوا الحنفية آخر حد. تدخل لمكان الوضوء تسمع المياه تجري بشكل كبير جدا، في هدر هائل للمياه. يا أخواني وين الصوم من المحافظة على المياه؟ نحن في بلد فقير جدا معدوم من الماء، أضف إلى ذلك هدر الطعام. الواحد إذا صام 10 ساعات يظن نفسه بيأكل الكرة الأرضية كلها. شوية يعني أنت في النهاية نفس الكمية اللي بتأكلها تأكلها في كل وقت وكل حين، يعني هذيك هي الكمية. ترى في رمضان ما تتوسع المعدة مالتك حتى تتسع بشكل كبير جدا، هي يعني. ويا ما ناس هدروا في الطعام، وشوفوهم الآن كيف وضعهم. يا ما ناس كانت النعم من يمين ويسار وصاروا ويا ما كنتوا أنتوا قبل 50 سنة ما تحصلوا اللي تأكلوه. جزاكم الله خير.